اتفاقية التآخي ما بين نيش وشرم الشيخ مد خط طيران مباشر ما بين بلجراد وشرم الشيخ زي الغردقة، انعكاسات ده على حركة السياحة في شرم الشيخ. الحقيقة ان كل جهد بيتعمل في بناء خط طيران مباشر بين محافظاتنا السياحية وخصوصا شرم واي مدينة في العالم هو اضافة كبيرة للسياحة، لان طبعا بداية السياحة هي وصول الراكب الى المطارات المصرية وبدء رحلته فيها، فطبعا دي اتفاقية مهمة بتساعد على تنشيط الحركة السياحية لمحافظة الحقيقة من أهم المحافظات السياحية في مصر وهي محافظة شرم الشيخ. السربية بشكل عام بتنظر إلى مصر إن هي وجهة مهمة جدا ومن أهم الوجهات السياحية. الحقيقة إنه سربية الحقيقة عملت أرقام كويسة لمحافظات في مصر، وإن شاء الله نأمل إنه بداية هذه الاتفاقية وبداية طيران الخط المباشر يكون له مدلول إيجابي على الفنادق والمشاريع السياحية الموجودة في محافظة شرم الشيخ.